وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة اتمنى اي حد شاهد الحلقة للنهاية انه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل الفيديوهات الجديدة والقديمة اللي بتظهر من خلال تصفحك للقناة ارجو ان يكون هذا العمل اعجبكم وارجو ان تكون الحلقات السابقة والحلقات القادمة ان شاء الله تعجبكم باذن الله أسأل الله التوفيق لي وللجميع إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأي حد شاهد الحلقة للنهاية جماعة ريت يعمل مشاركة لهذا الفيديو على صفحته أو صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة على الجميع دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة